تاني هرحب بالشباب اللي زي الفل اللي انتوا شايفينهم اللي انا فرحان بيهم، مصطفى واحمد وياسمين، وبعدين هنروح للدكتور محمد زعزوع اللي قلت لكم ان ده اختارته مجله فوربس واحد من اهم 30 شخصيه اقل من 30 سنه مأثرين او عملوا تاثير ايجابي في العالم المحيط بيهم. يا دكتور محمد، يا دكتور محمد انا عايز اسالك تحكي للناس تجربتك اللي على اساسها اختاروك واحد من اهم 30 شخصيه. ايوه انا سامع حضرتك كويس. قول لي تجربتك يا محمد لو سمحت، تحكي للناس تجربتك اللي اختاروك على اساسها. اوكي. انا هبدا المشكله من الاول، ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر ان اعداد الوفيات واعداد الاصابه بالامراض عاليه جدا من امراض سهل جدا الوقايه منها. المشكله في الموضوع دوت بسبب ان احنا عندنا نقص كبير جدا في التوعيه الصحيه. عشان نحل الموضوع دوت كان لازم ان احنا نحاول نبدا من الاول خالص، نبدا من الوقايه خير من العلاج اللي كل الناس عارفاها بس قليل جدا اللي بيقدروا ان هم يطبقوها في حياتهم، علشان ما فيش لسه كيان في مصر مهتم بالتوعيه الصحيه. طب احنا ازاي نعمل كده وازاي ننشر توعيه صحيه للناس وهم حاسين ان الحاجه دي مش مهمه بالنسبه لنا، لان بقى في ثقافه خاطئه في دماغ الناس دلوقتي ان التوعيه الصحيه حكر على الدكاتره، لو انا عيان هروح للدكتور ولو مش عيان انا مش محتاج ان انا اقرا واثقف نفسي ووعي نفسي واولادي من الامراض المختلفه. فبقى عندنا في السوق بقى مفيش طلب خالص للسيرفيس او لخدمه اللي هي التوعيه الصحيه، وبقى في ناس عايزه تخدم الناس وانها تنشر توعيه صحيه. عشان نكسر الموضوع دوت كان لازم نخلق طلب، كان لازم نخلي الناس هم اللي عايزين يجروا ورا التوعيه الصحيه، هم اللي عايزين يتوعوا. علشان اعمل حاجه زي دي قررت ان انا هبدا بالاطفال، ده كان ليه ميزتين. لما ابدا بالاطفال انا كده هوعي جيل كامل، والجيل دوت لما يبدا يكبر ويبقى اباء وامهات مش هيحتاجوا حد زيي ولا هيحتاجوا جمعيه زينا ان هم يوعوهم، دي اول ميزه. الميزه الثانيه ان هم هيبقوا المدخل بتاعي ان انا اخش على الاسره. انا لو جيت اكلم اب وام عن اضرار التدخين في البيت محدش هيسمعني، بس لو كلمت طفل عن اضرار التدخين في المنزل ورجع البيت قال له يا بابا انت ليه بتدخن جوه البيت، اكيد هيسمع له. طيب انا عايز دلوقتي اكلم اطفال، لو رحت دلوقتي جربت النهارده اروح اي مدرسه او اي نادي اقول لهم يا جماعه يا اطفال تعالوا نقعد مع بعض وتعالوا اقول لكم ندوه عن التوعيه الصحيه، عمرهم ما هيسمعوني. طب انا ازاي اخليهم عايزين يسمعوني ان انا اخلق لهم ادوات، الادوات ديت بتخاطبهم بالطريقه اللي هم قادرين يفهموها والطريقه اللي هم فعلا محتاجينها، واحط جوه الادوات ديت رسائل خفيه عن التوعيه الصحيه. الادوات ديت بداتها ان انا عملت قصه اسمها منتصر ينتصر. منتصر ينتصر دوت عباره عن ولد بسيط جدا مصري صغير في السن بيتعرض ان هو في كل قصه او في كل حلقه بيجي له مرض مختلف، هو او حد من اسرته او حد من اصدقائه. اتفضل. اتفضل يا محمد، انا عايز بس يعني انتاج فيلم في حد ذاته حاجه مش حاجه سهله، يعني هل انت اللي عملت ده بخيالك وانت اللي الفته وانت اللي انتجته؟ لان ده مش حاجه بسيطه، يعني انا راجل بقى في الانتاج وفاهم الموضوع ده. ايوه
الموضوع فعلا بدأ كده ان احنا منتصر ينتصر. القصه اللي احنا عملناها كنا عايزين نخليها شيقه اكتر، فحولناها الى كتاب تلوين. بقى الاطفال مبسوطين ان هم بيلونوا القصه دي وبياخدوا منها رسائل توعويه. فقلنا عايزين يعني كل ما الواحد بينجح والكتاب اتوزع ل 50,000 طفل، قلنا عايزين نوصل لعدد اكبر من الاطفال، لان الكتاب في الاخر از وان تو وان اديوكيشن، لازم المتطوع يقعد مع الطفل علشان يقدر يوعيه بالكتاب دوت. فقمت عامل مسرح عرايس، برضه مسرح العرايس ما كانش كفايه، لان كان الواحد المتطوع بيقفوا قدام 50 او 100 طفل. فساعتها طمعت وقلت عايزين نعمل فيلم كرتون. مش بس كده، هو ممكن انا سمعت بس الفويس اوفر، ما شفتش الفيلم كرتون اللي حضرتك كنت عارضه، بس ده ممكن يبقى القديم اللي احنا عملناه. احنا عملنا واحد كمان اجدد منه، الكواليتي بتاعته احسن. انا كنت عايزه يبقى شبه افلام الكرتون اللي موجوده بره عند الغرب، بحيث ان الطفل لما يفتح التلفزيون يقلب قناه عليها الكرتون اللي فيه توعيه صحيه او الكرتون التاني ما يحسش بفرق كبير. الموضوع كان مكلف جدا، الموضوع كان صعب، قعدنا مع سكريبت رايترز عشان نجيب احسن سيناريو، ان فعلا يبقى شيق للطفل، مع ان انا بديله معلومه. لو اي حد سمع دلوقتي ان انا بوعي الطفل عن مرض زي الالتهاب الرئوي او انيميا نقص الحديد او الايدز، هيقولوا ايه الملل دوت، ازاي اطفال هيقعدوا قدام التلفزيون ويسمعوا كلام دوت. فحاولت اخليها في سياق درامي ممتع للطفل، بس في نفس الوقت يبقى بطريقه الطفل يقدر يتقبلها. بمعنى مثلا ان في فيلم كرتون اللي هو بتاع منتصر ينتصر على الالتهاب الرئوي، كان الكائنات الشريره او الاشرار اللي في القصه ديت اسمهم هيمو ونيمو. هيمو ونيمو دول احنا سميناهم وراء اشهر اكتر اتنين بكتيريا بيصيبوا الطفل بالالتهاب الرئوي في العالم، وهم هيموفلس انفلونزا وستريبتوكوكس نيموني. لو حاولت ان انا اكلم اي حد رجل الشارع العادي واقول له كلمتين دول عمره ما هيقدر يتقبلهم، فتصور حضرتك طفل. فقدرت ان انا اوصل له معلومه طبيه حقيقيه بس بطريقه هو يقدر يتقبلها. انا عايزك يا دكتور محمد، يعني انا معايا في الاستوديو برضو شباب زيك كده، فانا عايزك تسمع يعني اراء مصطفى واحمد وياسمين في التجربه البديعه اللي انت عملتها، وهل ده متسق مع تجاربكم؟ يعني لو انتوا عايزين تسالوه اسئله، لان انا سالته الفيلم كرتون ده شيء مكلف جدا، فانا عايز اعرف يعني لو حد عايز يساله سؤال ولا اي حاجه من هذا. تحب تساله يا مصطفى؟ انا عايز اساله على المعوقات اللي قابلته يمكن في مرحله تنفيذ المشروع. المعوقات اللي قابلتك في مرحله تنفيذ المشروع. احمد انت بتصمم افلام من نفس النوعيه؟ المعوقات اللي قابلتني عشان انفذ مشروع زي دوت، كانت في اولهم ان انا عشان اشتغل لازم كان يبقى لي كيان قانوني. كان الموضوع دوت بعد الثوره على طول، فكان كلمه منظمات المجتمع المدني بتخوف الناس، فانا كنت عايز اعمل جمعيه اهليه عشان اقدر اشتغل من خلالها. فقعدت اكلم ناس كتيره جدا، منهم ناس من اصدقائي وناس من عيلتي. الناس ما كانتش مرحبه بالموضوع دوت، لغايه لما في الاخر عرفت اقنع سبعه من اصدقائي، ودول فعلا انا بعتبرهم يعني احسن فريق عمل اشتغلت معاه في حياتي. بس كان عشان نبدا جمعيه اهليه كنا لازم نبقى 10، فجت معايا مامتي ومراتي واخويا عشان نكمل 10 واسسنا الجمعيه الاهليه. جه المعوقات، في المعوقات اهم حاجه تانية بعديها كانت الفلوس، ان احنا نمول فيلم كرتون زي دوت اتكلف كتير جدا. بس انا كنت عايزه يبقى قريب فعلا من الطفل، من قلب الطفل، يحس ان هو دي حاجه شبه كل اللي بيشوفها. فقدرنا ان احنا نجيب نكسب كذا جرانت او كذا منحه من منظمات جوه مصر وبره مصر، وان احنا نقنع شركات ان هم يحاولوا يمولوا حاجه زي كده، لغايه لما جبنا فلوس يا دوب تكفي الفيلم الاولاني دوت. انا هدفي ما اوقفش عند الفيلم دوت، انا هدفي ان انا اعمل سلسله حلقات، يعني على الاقل 30 حلقه ممكن تتعرض في رمضان او تتعرض في اي وقت للاطفال، او حتى تبقى جزء من مناهج المدارس. كل حلقة منتصر بينتصر على مرض مختلف أو عادة صحية سيئة مختلفة من العادات المنتشرة عندنا في مصر هنا أو المنتشرة في العالم العربي والدول النامية، وبعد كده نترجمه ونحط عليه فويس أوفر بس، وده مش هيتكلف كتير، للغات المنتشرة في الدول النامية، بحيث إن احنا نبقى عملنا فعلا منهج كامل أو كريكلم كامل للأطفال، بيوعيهم إزاي يحموا نفسهم ويحموا اللي حواليهم من الأمراض اللي فعلا بتاخد حياة أولادنا. خليك معايا يا دكتور محمد، وهتبقى على اتصال معانا عشان ناخد تجربه احمد يحكي لنا. لو انت عندك فيلم زي ده يا احمد، قول لي ازاي تعرف تخلي الناس تعرفه احسن ويوصل للناس اكتر بهدف نبيل زي اللي الدكتور محمد بيعمله. هو طبعا الفكره عبقريه، يعني من وجهه نظري انها انت بتخاطب اول جيل، يعني اول سن الاطفال ده بالذات، ده سن كويس جدا ان انت تبدا تعلمهم. وطبعا اسمي برضه عارفه. فالفكره ان هو
احنا في مجالنا احنا الحلو في المجال بتاعنا ان احنا بنقدر نستهدف الجمهور اللي هو المطلوب اللي للموضوع ده. ليه ده؟ انت عندك فيلم دلوقتي قول لي هتعمل ايه؟ اشرح للناس هتعمل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا لما بيكون عندنا فيلم النوعيه دي احنا بنبدا الاول بان احنا ننشئ ليه حساب على كل على كل موقع موجود للتواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك تويتر جوجل بلس يوتيوب كل الحاجات دي. تمام. وبعد كده اللي بيحصل ان احنا بنشوف كل واحد من دول ايه الطريقه اللي انا ممكن اصرف فيها على اعلام فيه فاوصل للجمهور بتاعي ده. يعني الجمهور حاجه مهمه طبعا حضرتك عارف لان هو انا الفيلم ده مش لكل الناس. الفيلم ده للامهات او الاب او الام عشان خاطر ياخدوا ابنهم ويفرجوه عليه. تمام. مش ف والاولاد نفسهم ما يقدروش يخشوا يتفرجوا عليه لو انت تعرف تعمل حاجه. الاولاد بيتفرجوا بيخشوا على الكمبيوتر اكتر من الاب والام دلوقتي طبعا. بس الاب والام عندهم درايه اكبر شويه من هم يعني مستوعبين الفكره اكتر. الاولاد ممكن يخشوا ما يكونوش مركزين قوي يعني ما يعرفوش يدوروا عليها بنفس كفاءه الاب والام. يعني الاب والام بيحاولوا ان هم يعلموا اولادهم حاجات على طول فبيدوروا على حاجه بالعربي ما يلاقوش يروحوا بالحاجه الانجليزي. عشان كده في حاجه دلوقتي زي السوبر ماما والمشروع ده الاثنين هم بيحاولوا يعني هدفهم الاساسي ان هم يوصلوا للاب والام عشان خاطر دول اللي هم هياخدوا ابنهم يقعدوا قدام الكمبيوتر يقولوا اتفرج على ده او يقعدوا قدام التلفزيون يتفرج على ده. تمام. فاحنا بنعمله ان احنا بنستهدف الاب والام عن طريق ايه؟ ان هو كل يعني اغلبيه مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بتديك الفرصه ان انت تقول انا عايز استهدف الرجاله والستات من سن كذا لكذا. تمام. وعايز استهدف الناس اللي هم متجوزين. ماشي. فانت بتضمن كده ان الاعلام بتاعك بدل ما تعمله لمليون واحد رايح للشريحه المستهدفه. بالظبط. بدل ما تصرف بقى فلوس كتيره على مليون لا انت بتصرف فلوس كويسه مش كتيره خالص على الجمهور اللي هو هيتفرج عليك. والجمهور ده هجيب جمهور وراه واحد ورا واحد ورا التاني. طب ياسمين هل ده اللي قاله الدكتور محمد ده له علاقه بشكل او باخر بالتوعيه الصحيه اللي انت بتعمليها؟ بالظبط. يعني طبعا هو مجهود رائع وفكره عبقريه بس احنا هنختلف معاه شويه. احنا مقتنعين تماما ان الام بسبب الغريزه اللي عندها بتبقى هتموت وتاخد بالها من ولادها. تمام. بيبقى عندهم احنا بنسميها هوس احيانا ان الحامل ممكن تقعد تسالنا 7-8 اسئله بمعدل سؤال كل دقيقه لان هي حقيقي قلقانه وحقيقي قلقانه على صحه ولادها وحقيقي قلقانه انها بتحاول تحسن من نفسها عشانهم. فاحنا مهما كان مستوى تعليمها. بالعكس. بس. احنا دايما كنا بنفترض ان المستوى التعليم او المستوى الثقافي الاعلى هيبقى مقبل على المعلومه اكتر. في الحقيقه لا، المستوى الثقافي الاقل بيبقى يعني محتاج المعلومه بيبقى بيسعى ليها. عشان كده هم اللي بيوصلوا لنا مش احنا اللي بنوصل لهم. احنا وجهه نظرنا ان احنا اللي هيساعدنا ان احنا ننشئ جيل صالح من الابناء بان احنا نساعد امهاتهم يحسنوا من نفسهم. تمام. وعشان كده مسمينها سوبر ماما لان احنا مقتنعين ان كل ام جواها قوه خارقه. تمام. تقدر تحولها انها تبقى سوبر. جميل جدا على فكره وانا موافق طبعا. الام هي البدايه بتاعت اي حاجه. هي اللي خلت احمد كده اهو. مش كده؟ بالظبط. وخلينا كلنا كده. طبعا. يعني ربنا يخلي لكم امهات لان بجد انتوا يعني ما فيش انسان ناجح ما تبقاش الام هي السبب في هذا النجاح او جزء كبير من الاهميه. دكتور محمد تقدر تقول لي ايه المرض اللي انت نفسك تعمل اكتر مرض عند المصريين انت تحب تعمل توعيه عليه واحنا نقدر نساعدك؟ هنا عندنا ناس كلهم متخصصين اهو، حد تبع البنك الدولي يقدر يديك منحه، وعندنا احمد وعندنا سوبر مام، عندنا كل الامكانيات وعندنا القناه نفسها. اكتر مرض هبقى عايز اشتغل عليه هيبقى اكيد مرض امراض فيروسات الكبد، بالذات فيروس الكبد سي يليه فيروس الكبد بي. عندنا مشاكل تانية كتيرة زي النزلات المعوية اللي بيسببها فيروسات زي الروتا فيروس. عندنا كل ما بنكبر في السن هنبص لحاجات تانية، في السرطانات بتصيب الاطفال في سن صغير وبتصيب الكبار، هنعلى بعد كده في السن الاكبر شوية في عندنا امراض السمنة، امراض الضغط، امراض السكتات الدماغيه، ده بسبب برضو ارتفاع الكوليسترول في الدم، وده بسبب الحياه المريحه اللي ما فيهاش رياضه كتير وما فيهاش حركه كتير. دي كلها حاجات من الامراض اللي انا ناوي ان شاء الله اتكلم عنها. تمام. تقدر تعمل له ايه؟ انت اولا قول لي ايه الفساد اللي البنك الدولي مهتم بيه؟ هل الفساد اللي هو غسيل اموال وحاجات من النوع ده؟ احنا بنتكلم على المؤسسات نفسها وفعاليتها. تمام. ويمكن دكتور محمد واحمد وياسمين قالوا كلام في منتهى الاهميه.
يمكن عايز احطه في اطار معين، اطار الدوله المصريه عامله ازاي، وهي يعني لما دكتور محمد بالمشروع الهايل اللي عامله بيقابلوا معوقات اداريه بالنسبه لتسجيل تسجيل مشروع والمنظمه منظمه مدنيه، ولما يبقى في مشكله في التمويل بتاعه يبقى في مشكله في قدرتنا على ان احنا نساعد شبابنا على تحقيق احلامهم. تمام. وهنا المدخل مدخل مكافحه الفساد والاصلاح المؤسسي يمكن اللي احنا شغالين عليه دلوقتي في البنك الدولي، ان احنا بنحاول ندعم الحكومه المصريه عن طريق مبادرات وعن طريق اللي احنا يعني يمكن بنعمل ديزاين لمبادرات معينه يعني عشان تزيل المعوقات لتحقيق الاحلام. بالظبط هو ده المعنى يعني. هو ده المعنى بالظبط، اللي احنا بنرجع الامل لشبابنا ان هم لو فكروا وعملوا كل الشغل اللي اتعمل ده ان هو ما يجوش في يوم من الايام يحبطوا ان علشان كان في مشكله بالنسبه للتسجيل او في مشكله بالنسبه للتمويل. يعني بتعمل ايه؟ قول لي بتعمل ايه دلوقتي. ده راجل عايز يسجل وعندك في بيروقراطيه في البتاع ومفيش فلوس وبتاع، انت تقدر تعمل له ايه؟ احنا بنشتغل على مستوى السياسات، وانا تمام. ده يمكن من الاسباب الرئيسيه اللي انا نفسي حضرتك تتبنى الموضوع ده النهارده. هو قانون فكرته بمنتهى البساطه اسمه قانون حريه تداول المعلومات، موجود في اكتر من 90 دوله على مستوى العالم. فكرته ان اي مواطن من حقه يروح اي جهاز من اجهزه الدوله ويقول لهم انا حقي الوطن كمواطن ده كمواطن اللي انا اطلع على الوثائق بتاعتكم وعلى مثلا ميزانياتكم. مش كهنوت يعني. مش كهنوت. تمام. طبعا عشان يعني اقول النقطه دي من الاول، اجهزه الامن القومي في العالم كله مستثناه من القانون ده. طبعا احنا بنتكلم على المؤسسات الاقتصاديه والمؤسسات بتاعت الدوله، وزاره الصحه مثلا اللي دكتور محمد مهتم بيها. اوكي. في الحاله دي لو هما هيجي دكتور محمد يقول لهم انا محتاج تمويل بالنسبه لمشروعي اللي هو انا مش عايز انشره بس على مستوى القاهره اللي هي فيها اكتر انترنت اكسس زي ما بنسميه، بس على مستوى الجمهوريه ككل هيقولوا له يعني، او انا متوقع ان هيقولوا له مفيش تمويل لحاجه زي كده، واحنا لسه عندنا كده الاطباء لسه مش عايزين له تمويل وعندنا مشاكل كتير. هنا حلين، يا دكتور محمد هيحبط يا هو يقدر يفعل القانون ده ان هو يطلب منهم يقول لهم طب انا عايز اشوف الميزانيات بتاعتكم. والتجربه دي حصلت في الهند عشان هما كانوا بيطلبوا حاجه، حضرتك اكيد يعني هتقول حاجه عند حضرتك ان هو موضوع الحد الادنى للاجور. تمام. طلبوا في الهند الميزانيات على الاساس ده، واكتشفوا بعد لما رجعوا الميزانيات ده ان حجم الاهدار في المؤسسات الدوله لو تم علاجها يقدر يمول حد ادنى محترم للاجور. تجربه مهمه قوي يا جماعه اللي بيقولها مصطفى دي. يعني انا دلوقتي مصطفى عايز يقول بمنتهى البساطه ان احنا لو عندنا حريه تداول المعلومات وعرفنا الدخل القومي المصري الحقيقي وكم المهدر منه نقدر نقول الحد الادنى بدل 1300 ممكن يبقى 3000 مثلا، والناس هتصدقنا. والناس هتصدقنا. انا مش يعني ده مثل من امثله كتير يعني في الموضوع ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، احنا اشتغلنا مع وزاره العدل، ودي ده يعني غير ان هو حلم شخصي ليا ده حلمي الوطني. ان انا شايف ان القانون ده هو البدايه الحقيقيه اللي احنا نقدر نعمل حاجه مفيده للبلد. وصلنا لقانون اخذ رقم 8 على مستوى العالم. ده قانون ده انتوا يعني صيغه القانون تقصد؟ صيغه القانون تم العمل معاها يعني عمل عليها مع وزاره العدل. وصلنا القانون اخذ رقم 8 على مستوى العالم. للاسف اللي احنا فوجئنا القانون ده دخل مجلس الوزراء وطلع من مجلس الوزراء، وفوجئنا في نوفمبر الماضي بقانون تاني طالع من وزارة الاتصالات واخد رقم 72 على مستوى العالم. طب انا هسأل محمد بس سؤال عشان راجل عنده نبطشية. يا محمد يا دكتور محمد، ممكن تقول لي انت شايف ان العمل التطوعي في مصر يعني مستقبله عامل ازاي؟ يعني شايف ان هل العمل التطوعي في مصر، احنا طبعا شعب طيب ونحب نساعد وكل حاجه في الدنيا، بس انت شايف ان العمل التطوعي له مستقبل في مصر ولا ده هيلغي الاشراف الحكومي؟ الحكومه هتقول لك ما هو كله بيتطوع وكله بيدفع فلوسه وكده، وشايف ايه من وجهه نظرك؟ والله العمل التطوعي مهم جدا في مصر لأسباب كتيرة. يعني احنا لما نبص على الدول النامية
للاسف احنا لسه واحده منهم، بنلاقي ان في صعوبات كتيره ومعوقات كتيره في المجتمع، بس كل ما بتزيد المشاكل كل ما بيزيد الحلول المبتكره ان احنا نقدر نتخطى المشاكل ديت. يعني احنا ما سمعناش عن حلول مبتكره عن التوعيه الثقافيه او التوعيه الصحيه، انا اسف، في الدول الغربيه ليه؟ عشان الحاجات دي موجوده، ده حق من حقوق الاطفال بياخدوه في المدارس. فاحنا لما نبص هنا بنلاقي ان انا فكرت بالطريقه ديت، انا متاكد ان في ناس كتيره جدا عندها افكار احسن مني كمان، بس علشان هو مش قادر، ما عندوش الرفاهيه ان هو يقدر يركز في فكرته او في الحلم اللي هو عايز يعمله مع شغله الاساسي، فما بيقدرش ان هو يمشي ورا الفكره ديت. احنا لو بدانا ان احنا نشجع الناس اللي عنده فكره كويسه يقدر يخدم بيها المجتمع بتاعه، نقدر نديله الرفاهيه ان هو يشتغلها بجانب شغله الاساسي، او في ناس ممكن حتى تسيب شغلها الاساسي. انا على فكره جراح مخ واعصاب، ومع ذلك انا حابب ان انا انشر توعيه صحيه، وحابب ان انا اعمل طب وقائي للناس. انا في حاجه كنت عايز ازودها، كان اللي بيتكلم قبليه تقريبا احمد كان بيقول كلام هايل بخصوص التمويل، وازاي ان احنا المصادر الماديه نقدر نوزعها داخل الدوله. في حاجه اهم انا عايز ازودها بس، ان التوعيه الصحيه في الحقيقه هي بتوفر فلوس للدوله بكذا طريقه. اولا احنا لو ركزنا ان الاطفال اللي احنا بنوعيهم دول ما يجيلهمش انيميا ولا التهاب رئوي ولا سرطانات، الاطفال دول مش هنعالجهم بعد كده بالاف او بملايين او بلايين الجنيهات، سواء في مصر او نسفرهم بره. احنا كده وفرنا فلوس بحاجات بسيطة جدا، زي ان احنا نعمل افلام كرتون تتحط على التلفزيون المصري او تتحط جوه المدارس. الحاجة التانية نقدر نوفر فيها بيها فلوس، ان احنا لما نوعي الاطفال دول ويكبروا على ثقافة التوعية الصحية، الاطفال دول لما يكبروا هيبقوا على اسم الجمعية اللي انا سميتها مصريون اصحاء، هيبقى مجتمع كامل من الناس الصحيحة. الناس ديت لازم انتاجيتها تبقى احسن، احنا كده حسنا الموارد البشرية بتاعت البلد، فبالتالي هنعلى بالناتج القومي بتاع مصر. دكتور محمد انت يعني مثال مشرف، وانا خريج الجامعه اللي انت فيها وياما قعدت قعدتك دي، انا سعيد بيك جدا يا محمد وبشكرك، ولازم يبقى لنا لقاء في الاستوديو ان شاء الله بعد ما شفنا هذا المثال الرائع. الحقيقه الواحد يعني هم بدوني احساس ان البلد دي لسه فيها امل يا جماعه والله، والبلد دي هتبقى جميله قوي بالناس الجمال دول. احنا هنطلع فاصل ونرجع لكم، وانا متاكد ان انتوا هتستنونا، انا عارف ان كل واحد حر بس انتوا هتستنونا برضه. طريق الحريه أفضل طريق للتقدم.